صباح الخير ليلى. صباح سلمى. صباح الخير لك وصباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه. يوم جديد ومحطات جديده، طبعا بوصله هذه المحطات هي فلسطين وما يحدث في فلسطين، وايضا بعض الانشطه الاجتماعيه والثقافيه بالمحافظات السوريه مع ضيوفنا ايضا الاختصاصيين رح يكونوا بمحطاتنا الصباحيه لليوم. يسعد صباحك سلمى وصباح الخير لكل الاشخاص يلي عم يتابعونا. نهار جديد يا رب يحملكم كل الخير والصحه وراحه البال، واكيد بكل صباح بدنا نوجه تحيه للشعب الفلسطيني الصامد بوجه هذا العدوان، عدوان الكيان الغاشم اللي عم يتسبب يوميا بارتقاء مئات الشهداء والجرحى، وبدنا نترحم على ارواح الشهداء ونتمنى لهم الصبر والسلوان لذويهم، واكيد بنتمنى الفرج القريب لفلسطين وان نصر القريب. مشاهدينا محطاتنا الصباحية عديدة ومتنوعة رح نبدأ فيها لكن بعد هالفاصل. أما هلأ ليلى فمثل العادة خلينا نروح سوا لنقلب رزنامة التاريخ ونتعرف على أهم المحطات اللي سجلت بحضورها وتتالية ذاكرة الأحداث لليوم بالتقرير التالي. كل يوم تتولد أحداث جديدة وبتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة بنسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 11 تشرين الثاني، خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1675 غوتفريد لايبنيتز يعرض أول عملية تكامل لحساب المساحة تحت منحنى الدالة، وبعام 1918 انتهاء الحرب العالمية الأولى بهدنة وقعتها ألمانيا مع قوات الحلفاء. بعام 2019 رصد عبور كوكب عطارد بين الأرض والشمس، حيث بدا على شكل نقطة سوداء صغيرة متحركة أمام قرص الشمس. بتاريخ 11 تشرين الثاني شهد على ولادة عدد من الشخصيات، ففي عام 1864 ألفريد هيرمان سياسي وصحفي وناشط سلام نمساوي حاصل على جائزة نوبل للسلام بعام 1911. من الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 2005 مصطفى العقاد، مخرج ومنتج سينمائي سوري توفي متأثراً بتفجيرات الإرهابية في الأردن. أما هلا سلمى رح نروح لناخذ تقرير وقفة تضامنية مع قطاع غزة المحاصر ضد مجازر الكيان الصهيوني أقامتها المستشارية الثقافية لسفارة الجمهورية الإيرانية الإسلامية بالتعاون مع الاتحاد العام للفنانين التشكيليين السوريين والفلسطينيين. تفاصيل أكثر من تابع سوا بالتقرير التالي. لا إيران ولا سوريا ليس بعيدين عن موضوع الفلسطينية، وربما هذه القضية وبما أن دورهما الكبير في محور المقاومة، فنحن أيضا رأينا أنه من اللازم في هذا التوقيت وفي هذه الأجواء نقيم معرضا ونعلن عن دعمنا وتضامننا لهذه القضية، وأيضا ندين ونستنكر الجرائم والمجازر التي نشاهدها يوميا على أهل غزة في ظل السمت الدولي على هذه الجرائم. الشعب العربي من المحيط إلى الخليج يعيش مشاعر الانتصار بغزة الصامدة الإنسان الفلسطيني الذي يقدم روحه في سبيل فلسطين حتما النصر حليفه، يختلف عن جيش يخاف الجندي من المعركة، النصر قريب. معرض تشكيلي بيمثل الظروف اللي عم نمرق فيها الاستثنائية بظروف الغطرسة الصهيونية الإسرائيلية على شعبنا بغزة الصامد القوي. كلنا القدس، كلنا اليوم مع وطننا الغالي بوقفة كتير كبيرة لنعبر بلوحات فنية بتعبر عن معاناة أهلنا بغزة الصامدين. طبعا معرض فن تشكيلي فنانين السوريين والفلسطينيين ضمن بالإضافة تحت رعاية المستشارية الثقافية الإيرانية في سوريا واتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا ضمن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني لنوصل رسالتنا لكل العالم
ضمن أعمال بتوصل رسالة معينة. مشاركتي كانت بعمل بنتين للمدرسة السريالية منفذ بأمان الإكريليك. هلأ أنا نفذت عمل بوقت سريع يعني لحتى هو في ظل هالهجمة الشرسة على شعبنا العملية الإبادة الممنهجة مهما طالت قافلة الشهداء اللي موجودة بأسفل اللوحة. الشخص المقيد اللي مغطى بكفنه المبلل بالدماء الذي يقطر الدم منه هو طبعا مجاز بيعبر عن شعبنا الفلسطيني اللي عم بيواجه هاي الهجمة الشرسة. وهلا رح نروح لأولى محطاتنا ليلى. مثل ما معروف بأنه خلال الحرب يلي عم بتكون على غزة الحرب الإعلامية هي حرب موازية ولها أهمية جدا كبيرة، وبين الإعلام على الواقع الافتراضي وبين الإعلام التقليدي كان هناك الكثير من التساؤلات والكثير من القيود والكثير أيضا من الخطوط الحمراء اللي جاوزها الاحتلال، وأيضا قدر يتجاوزها الإعلام الافتراضي ليوصل بعض الرسائل والمجازر يلي عم بتصير بحق الإعلاميين وبحق أهلنا بغزة. تماماً سلمى، وللحرب الإعلامية إلى دور كتير كبير. كيف بتندار الحرب الإعلامية أثناء الحروب وقديش إلى آثار نفسية وأهمية الإعلام في القضية الفلسطينية؟ لنحكي أكثر عن هذا الموضوع ونتوسع فيه معنا ضيفنا لليوم الصحفي والكاتب نعيم إبراهيم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أحييكم وأحيي أسرة البرنامج و من خلالكم كل كادر الإخبارية السورية. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك أستاذ نعيم. يعني اليوم معروف بأن الإعلام هو أولى وسائل الحرب اللي ممكن تعبر عن أي شيء وتعطي وجهة نظر، وأيضا الإعلام ملام جدا هل يستطيع إظهار الحقيقة أو لا خلال فترة الحرب. فبرأيك كيف عم تشوف التغطيات الإعلامية بشكل عام بين الدول العربية والدول الغربية بقضية الفلسطينية؟ بداية العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني بشكل عام ومن خلاله على أمتنا العربية. يعني هناك محطات صراع طويلة منذ 75 عام، ويعني فعلى ذلك ما زالت المعارك مستمرة بأشكالها المتعددة يعني، ومن ضمنها طبعا المعركة العسكرية والتي توازيها كما تفضلتم في التقديم قبل قليل المعركة الإعلامية. المعركة الإعلامية اليوم يحاول العدو الصهيوني أن يخوضها بشراسة حقيقة كما هو يفعل في إطار التدمير الممنهج لقطاع غزة بكليته أرضا وإنسانا. ولذلك نرى كيف يحاول أن يخفي كل ما يرتكبه من مجازر، وبالتالي يمنع الرأي العام حتى داخل الكيان الصهيوني قبل الرأي العام العالمي من أن يتابع. ولاحظنا في الآونة الأخيرة هناك العديد من الخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية في الكيان الصهيوني لمنع المستوطن الصهيوني أو الرأي العام بشكل عام من متابعة كل ما يجري في قطاع غزة، وخاصة متابعة أيضا عملية طوفان الأقصى وما تركته من تداعيات نفسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وأمنية واستخباراتية على الكيان الصهيوني الداخلي. لذلك يعني بات يعاقب كل من يتابع، بات يرصد كل من يحاول أن يتخذ قرار أو موقف ما من التطورات الأوضاع داخل الكيان الصهيوني بتداعيات معركة طوفان الأقصى التي تركتها على كل الصعود في هذا الكيان. وبتنا نرى كيف أن هناك هجرة من الداخل إلى الخارج تتكثر يعني في يوم إثر آخر. ولذلك تحاول سلطات الاحتلال الصهيوني أن تمنع وأن تغطي كل الهزائم التي تتعرض لها. بالمقابل هي تحاول أن تقنع الشارع الغربي اليوم العالمي، الرأي العام العالمي، بأن ما ارتكبته المقاومة الفلسطينية هو إرهاب، هو جريمة ضد المدنيين في الكيان الصهيوني. وهذا طبعا يعني كان في السابق للأسف
هذه الكذبة وهذا النفاق كان يمر على الرأي العام، كون أن هؤلاء كلهم في الرعيل الأول أو الأجيال السابقة كانوا تحت وطأة البروباغندا البي بي سي وغير البي بي سي في تلك المرحلة. وإلى الآن يعني بعض القنوات المغرضة وبعض القنوات اللي تشارك في ارتكاب الجرائم وبشكل أو بآخر وتحرض ضد القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية والحقوق العربية. لذلك الجيل الجديد اليوم في الغرب بات يريد أن يتلقى أجوبة حقيقية، ما الذي يجري؟ فلسطين من هي؟ القضية الفلسطينية ما هي؟ هل وجود الكيان الصهيوني أو ما تسمى إسرائيل بين مزدوجين، هل هو وجود شرعي؟ وجود حقيقي؟ هل هي دولة حقيقية؟ هل لها مستقبل على هذه الأرض؟ لماذا الكل يحالف هذا الكيان ضد القضية الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني والأمة العربية؟ الجيل في الغرب اليوم من خلال المظاهرات التي رأيناها والمسيرات وكل الفعاليات في غالبية الشوارع الغربية تدل على أن هناك حالة من الوعي، حالة من الاستنفار، حالة من النهوض تصب في كليتها لصالح تنمية الوعي في الغرب، وبالتالي إدراك حقيقة القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر ومن تدمير ومن حرب إبادة على كل الصعد. وبالتالي صارت هناك في يعني لنقل أنها مناكفات مبدئية ثم تتطور إلى مواقف جماهيرية، مواقف حزبية، مواقف سياسية ومواقف رسمية في بعض الدول الغربية ضد القرارات والمواقف لكثير من الدول الغربية التي تحابي الكيان الصهيوني وسياسة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التدميرية ضد هذا الشعب، عكس ما يجري في الشارع العربي اليوم في كليته للأسف إلا من رحم ربي. هناك حالة موات في الشارع العربي، لا يوجد أي نهوض، لا يوجد أي مشاركة، لا يوجد على الأقل من خلال بعض المسيرات، من خلال بعض الندوات، من خلال بعض الفعاليات، إلا بعض الدول الاستثنائية في سوريا ومثلا يعني من الدول الإقليمية إيران وغيرها من بعض الدول يعني في المغرب العربي في تونس وفي الجزائر إلى آخره. بينما في الخليج العربي لم نرى مطلقا، في بعض كثير من الدول العربية لم نرى يعني مثل هذا تعتيم كلي، قمع لأي مسيرة، قمع لأي مظاهرة، منع أنك أنت تقول رأيك وبالتالي تساند القضية الفلسطينية ولو معنويا ولو بأبسط الأشكال. للأسف هذا شيء محزن، وبالتالي شيء يعني إن دل على أي قضية إنما يدل على أن هناك من يشارك في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير وتصفية القضية الفلسطينية. تمام، يعني قديش اليوم مهم دور الإعلام الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهل العرب قادرين على أنه يخوضوا هاي الحرب الإعلامية اللي عم تصير؟ طبعا العرب قادرين وقادرين أكثر من أي وقت مضى. إذا كان هناك جدية في اتخاذ أي قرار على الصعيد الإعلامي على الأقل، يعني اليوم مثلا هناك قمة عربية للزعماء العرب في الرياض، طيب لماذا لا توازيها قمة إعلامية عربية؟ هذه القمة الإعلامية يعني ينبغي أن يكون بندها الأساسي هو العدوان الصهيوني على قطاع غزة، كما هو البند اليوم على القمة العربية والعنوان الوحيد. لماذا لا يتداعى كل الإعلاميين، كل الجهات الإعلامية في الوطن العربي إلى مثل هذه القمة، وبالتالي اتخاذ قرارات حاسمة في المشاركة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبالتالي توضيح حقيقة ما يجري اليوم من صراع وجودي على أرض فلسطين وماذا يستهدف المشروع الصهيوني، وبالتالي حقيقة المشروع الصهيوني، حقيقة وجود الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. ينبغي أن نخاطب الرأي العام الداخلي العربي بحقيقة الأمور، نقل الوقائع كما هي، عدم التزييف، عدم النفاق، عدم محاباة الكيان الصهيوني، وبالتالي عدم الانجرار إلى سياسة التطبيع مع هذا الكيان، وكأنهم يريدون أن يبنوا أمجادا على دماء الشعب الفلسطيني وأبناء الشعب الفلسطيني بالتكنولوجيا التي يتحدثون عنها وبحرية الرأي والتعبير، وهم ينافقون في كليتهم يعني الأعظمية إذا جازت التسمية في الرسميات العربية للأسف. ونحن
يعني الإعلام الرسمي العربي بات متأخرا جدا عن المنصات اليوم وعن الفيسبوك وبالتالي وسائل التواصل الاجتماعي مجتمعة، بات متأخر حقيقة. وما يدل على ذلك أننا بتنا نرى اليوم يعني كثير من المسلسلات وكثير من الدراما وكثير من البرامج بعد أن تعرض على الفضائيات تعرض على الفيسبوك وعلى المنصات. هذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن لهذه الأخيرة التأثير الأقوى اليوم إعلاميا، ومخاطبة الرأي العام، مخاطبة الوعي العربي في الشارع العربي. لذلك يعني الإعلام العربي قادر أن يعطي، قادر أن يقدم إذا ما كان هناك قرار صارم وقرار حقيقي. وبالتالي تتاعى الإعلاميون العرب من كل أقطار العروبة من المحيط إلى الخليج إلى قمة واتخاذ قرار حاسم أننا نحن كإعلاميين مع الشعب الفلسطيني، مع القضية الفلسطينية، مع سوريا، مع محور المقاومة في المنطقة، ونؤثر على الشارع، نستنهض الهمم، نستنهض الذاكرة. يعني كما يقال خلينا ندعو دائما لتنشيط الذاكرة العربية التي باتت اليوم في حالة من الموات. الإعلام له دور كبير جدا وهو سلاح ذو حدين، إما أن يبني وإما أن يهدم. لا، إحنا المطلوب أن يبني اليوم في ظل البطولات التي تخوضها المقاومة ومحور المقاومة، وبالتالي التصدي للمشروع الصهيوني في هذه المعركة الفاصلة، إما أن نكون وإما أن نكون. هذا هو ينبغي أن يكون أكيد الشعار. أكيد. يعني أستاذ نعيم، معروف أن القضية الفلسطينية استطاعت وبالذات خلال عملية طوفان الأقصى أن تغير مجرى العالم، حتى العالم الإعلامي. يعني كل من كان صامتا لابد أن يتحدث، وشفنا تغطيات مختلفة على محطات كثيرة وقنوات كثيرة، وحتى السوشيال ميديا التي كانت هي وسيلة لهم أصبحت وسيلة عليهم، من خلالها تسربت كثير من الفيديوهات إلى الغرب، وكثير من الجرائم تم تسريبها إلى الغرب من خلال طبعا وسائل التواصل الاجتماعي. أهمية ما يقدمه أيضا الإعلام السوري، يعني نحن معروفون بأن بوصلة الإعلام السوري منذ البداية هي القضية الفلسطينية، برغم سنوات الحرب التي مرت علينا، ولكن هناك كما يقال مبادئ ثابتة لدينا. أهمية الدور أيضا للإعلام السوري في ما يحدث في طوفان الأقصى. سيدتي الفاضلة، هذه الثوابت السورية هي التي يفتخر الإنسان العربي بها اليوم. ولو كانت سوريا حقيقة تريد أن تكون سنغافورة الشرق الأوسط لأرادته، وبقرار بسيط وسهل أن يذهب القادة في سوريا وأن تذهب سوريا مؤسسات ودولة وجيش وشعب ومنظمات شعبية وأهلية إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني والموافقة والارتماء في أحضان الكيان الصهيوني. لو أرادت ذلك كما يعتقد وكما يزعم البعض في الرسميات العربية أن هذا التطبيع سيؤدي إلى نهضة، سيؤدي إلى شرق أوسط جديد، شرق أوسط كبير أخضر، أين هي عملية الإخضرار في هذا الشرق في ظل قيادة الكيان الصهيوني للمنطقة التي يحاول أن يتزعمها يعني منذ عشرات السنين على مدى الصراع مع هذا الكيان. سوريا اليوم عبر إعلامها كما هي محاصرة كدولة وكمؤسسات وعلى كل الصعد، الإعلام أيضا محاصر في سوريا، وبتنا يعني ندرك تماما لماذا لا يريدون أن يقدموا لسوريا كل وسائل التكنولوجيا. هناك بعض الأمور الحساسة جدا مطلوبة في سوريا، لكن الحصار يمنع، يعني آلات وتكنولوجيا وأساليب أخرى متطورة، لكن يعني مع ذلك سوريا بكل هذه الإمكانات البسيطة على صعيد الإعلام استطاعت أن تجاري المعركة العسكرية على مدى سنوات ما يسمى الربيع العربي، العدوان الوحشي الذي ارتكب ضدها وما زالت تداعياته مستمرة حتى الآن وربما تستمر لسنوات طويلة مقبلة. الإعلام قدم ما لديه بكل ما يستطيع. الإعلامي السوري اليوم كان له دور كبير حقيقة، وبالتالي هو كان في ساحة الوغى وكان في الميدان وكان في الاستوديو وكان في الشارع بكل ما يملك من قدرات وبكل ما يملك. وهناك حالة من النهوض، هناك حالة من الوعي لدى الإعلام السوري أكثر من ذي قبل
ضرورة التمسك بالثوابت والمبادئ التي نتحدث عنها دائما مهما كانت التضحيات ومهما كان الحصار. هذا وقتي عاجلا أم آجلا سيرفع، ولكن أن أرضى بالتطبيع والهزيمة وأن أرضى بالذل مقابل أن أتخلى عن ثوابتي وعن قضيتي، والقضية الفلسطينية هي القضية المركزية لسوريا ولدمشق ولحزب البعث العربي الاشتراكي وللمجتمع الأهلي وبالتالي للجيش ولكل مفاصل الحياة في سوريا. لذلك كان الإعلام محاصر وقدم رغم ذلك كل ما لديه، يشكر عليه، ولكن مع ذلك نقول ينبغي أن تكون هناك فسحات من الحرية في التعاطي، أن يعطى الإعلام السوري المزيد من الفسحات، عرفتي كيف؟ أن يقدم له المزيد من الدعم صراحة. يعني لما لا تكون شبكة مراسلين دولية بقدر ما يستطيع الإعلام السوري أن يقدم في فلسطين اليوم، بدل أن يكون هناك مراسل واحد أن يكون هناك شبكة مراسلين في الدول العربية في سوريا في كل المناطق الجغرافية السورية، أن يكون الإعلام السوري هو مصدر للخبر، أن يؤخذ عن الإعلام السوري، عرفتي كيف؟ تطورات الأوضاع وأن تنقل الوقائع على حقيقتها بكل اللغات، بكل اللغات ليس باللغة العربية فقط. وهناك أقسام، هناك العبري وهناك الإنجليزي وهناك الفرنسي وهناك يعني موجود، ينبغي أن يتم تفعيل كل ذلك وتقديم كل التسهيلات والمادية والمعنوية والتكنولوجية وكل الحوافز حتى يقدم الإعلام السوري أكثر من ذي قبل رغم يعني ما يتعرض له من حصار، لأننا دائما نفكر بالحلول البديلة، نحن قادرين أن نبدع كحلول بديلة وهي موجودة، لكن بحاجة إلى قرارات صريحة، بحاجة إلى خطوات صريحة من قبل المعنيين أصحاب القرار في سوريا على هذا الصعيد. تمام، شو المطلوب اليوم هيك بسؤال أخير لنتفوق إعلاميا أو بالحرب الإعلامية على الآلة الإعلامية الغربية؟ بكل تأكيد إذا أردنا أن نتفوق سيدتي الوحدة، دون الوحدة لن يكون هناك تشرذم يؤدي إلى الهلاك، القطيعة تؤدي إلى الهلاك. وبالتالي إذا كان الإعلام السوري والإعلام العربي واللوم نخصص أكثر إعلام محور المقاومة ينبغي أن يؤدي أكثر من ذي قبل، يعني هناك هفوات في إعلام محور المقاومة، خلينا نكون صريحين يعني بهذا السياق في تقصير في بعض الجوانب، لكن المطلوب أن نقدم المزيد من الحوافز وأن تكون يعني الآلة الإعلامية العربية ومن ضمنها السورية ومحور المقاومة أن مطلق الحرية لها، لا أحد يخاف، ما في شيء مخيف اليوم في ظل وجود المنصات وفي ظل وجود الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، بات كل شيء معروف، ما فيش أسرار، يعني ما في شيء مخبى كما يقال، يعني إذا أخبأت أنا شيء ممكن المتلقي بيروح بيشوفه على أي منصة، بيشوفه على الفيسبوك، فلماذا؟ لا، خليني أكون أنا صريح، خليني أقدم بشفافية، خليني أقدم بموضوعية، أقدم كل التسهيلات، أقدم كل التقنيات، كل التكنولوجيا، تعالوا لنتوحد، تعالوا لأن تكون هناك سياسة إعلامية في محور المقاومة وسياسة إعلامية عربية ناجحة قوية موحدة تستطيع أن تقاوم الإعلام الغربي، الإعلام الصهيوني، الإعلام الأمريكي الذي يحاول أن يحابي الكيان الصهيوني ويقدم له كل التسهيلات وكل الدعم. نعم صحيح، لكن مثل ما تحدثت حضرتك بالبداية هناك قيود كثير وحصار على الإعلام السوري أيضا على إعلام المقاومة، ولكن مع ذلك استطاع خلال هذه السنوات أن يوصل الكثير وأن يطلب الموازين من تغطياته، تحيي لأرواح شهدائنا في الإعلام الرسمي وأيضا في الإعلام المقاوم. للأسف انتهى وقتنا، بدنا نشكرك على وجودك معنا. شكرا لكم، الرحمة لأرواح الشهداء والزملاء الإعلاميين. شكرا ولمن 25 أو 30 صحفي اللي استشهدوا في فلسطين اليوم في ظل هذه المعركة، من خلالهم لكل أرواح شهداء أمتنا ولكل المناضلين ولكل الأحرار ولهذا البلد الصامد الذي نفتخر ونعتز به. شكرا لك، شكرا كثير لك، يعطيك ألف عافية. لوين رح نروح يا ليلى؟ هلا رح نروح لتقرير تحت رعاية وزيرة الثقافة لبنى مشوح وتخليدا لذكرى الأديب والشاعر ممدوح عدوان. انطلق في حما مهرجان ممدوح عدوان الثقافي والفكري الثاني، وذلك على مسرحي ثقافي حما ومصياف. تفاصيل أكثر رح نتابعها سوا بهذا التقرير.
تحت رعاية وزيرة الثقافة لبانة مشوح، وتخليدا لذكرى الأديب والشاعر ممدوح عدوان، انطلق في حماة مهرجان ممدوح عدوان الثقافي والفكري الثاني، وذلك على مسرح ثقافي حماة ومصياف. هذا المهرجان الذي يقام تكريما لاسم الراحل الكبير والأديب والمفكر الإنسان ممدوح عدوان، الذي أبدع وأضاف إلى المكتبة العربية العديد والكثير من المؤلفات في مجالات الفكر والمسرح والشعر. مسرحية أيضا بعنوان الميراث من تأليف ممدوح عدوان وإخراج علي عبد الحميد طهور. أيضا هناك إعلان المسابقة الشعرية، وهي مسابقة سنوية ستقدم في كل عام بدعم من وزارة الثقافة ومن أسرة الراحل ممدوح عدوان. المرحوم ظاهرة فريدة، قد يكون هناك من يكتب الشعر مثله، قد يكون هناك من يكتب المسرح مثله، قد يكون هناك من يترجم مثله، قد يكون هناك من يكتب مثله 80 كتابا. أما أن تجتمع كل ما ذكرت وما لم أذكر في شخصية واحدة، فهذا بحق يجب أن نقف نرفع القبعات احتراما له. كافتتاح لهذا المهرجان فيلم توثيقي عن ممدوح عدوان. هذا الفيلم سيتناول جوانب من حياته، جوانب من نتاجه الأدبي، جوانب من جوائزه التكريمية، وأيضا شهادات حية من بعض الشخصيات الفنية والأدبية. المهرجان تضمن قراءات وندوات حوارية، إضافة إلى عرض مسرحي وجائزة ممدوح عدوان للأدب والشعر. الأديب الراحل من مواليد قرية قيرون بريف مصياف، قدم خلال حياته عدد كبير من الأعمال الأدبية المتنوعة. علي شحود، الإخبارية السورية، حماة. رح نروح لمحطتنا التالية ليلى، ويمكن هاي المحطة بتخص شوي الأمهات والأطفال الصغار بالعمر. كتير بنسمع عن موضوع مقلق للأهل، واللي هو تصرفات وسلوك الأطفال اللي بيتغير فجأة، ممكن يتحول للعدائية، وممكن أسئلة كتير يطرحوها: ما كان ابني هيك، فجأة تغير سلوكه، شو السبب، ليش عم يتصرف بهي الطريقة؟ حتى ممكن يوصل شكاوى من المدرسة ومن المجتمع القريب للطفل. صحيح سلمى، من أكثر المشاكل يمكن عند الأطفال وحتى عند الأمهات، كيف ممكن تتعامل مع هذا الطفل، كيف ممكن تقوم هذا السلوك، شو السلوك الصحيح للأطفال. طبعا فجأة أحيانا أطفال بيصير عندهم هاي المشاكل، بيصير عدواني بتصرفاته مع زملائه بالمدرسة، يمكن مع أخواته حتى بالبيت، بجوز يكون في سبب معين سواء بالمدرسة أو البيت. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع وشو أسبابه وكيفية التعامل مع هذول الأطفال. لنحكي أكثر عن الموضوع معنا ضيفتنا عائشة إدليبي قشاش، ماجستير حماية الأسرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم ولكل اللي عم يحضرنا، إن شاء الله هيك أيام مليانة خير وسلام وأمان للجميع إن شاء الله يا رب. خلينا نبلش معك عائشة، كتير بنسمع عن أعراض متشابهة لمشاكل سلوكية للأطفال بعمر معين. أبرز هي الأعراض اللي هي العدائية، أو أنه الطفل بيصير عدواني وبيتغير تصرفاته. خلينا نحكي شو هي أبرز المشاكل السلوكية واللي بتتشارك بها الصفات. تمام. هلأ المشاكل السلوكية هي شيء طبيعي بأي عند أي طفل، هي مترافقة مع مراحل نموه، متنوعة وكثيرة، وممكن تكون مترافقة مع أطفال عندهم مثلا صعوبات، في عندهم إعاقات نمو، في عندهم اضطرابات مثل أطفال طيف التوحد مثلا، منلاقي كثير عندهم نوبات غضب، منلاقي إزائزات، منلاقي، ففي حسب إذا كان عندهم إعاقات مثلا ممكن تكتر المشكلات السلوكية. وفي عند الأطفال من دون إعاقات ممكن تكون مشاكل طبيعية اللي بنسمع من كل أم، يعني مثل كذب، خجل، سرقة، عدوان، إزائزات مثلا عند المراهقين، أو ممكن تروح لانضمام لعصابات، يعني شلل مثل ما بيقولوا، ممكن تكون هروب من البيت من المدرسة، فبتتنوع كتير حسب كل مرحلة عمرية وحسب الطفل. طب إذا بدنا نحكي عن السبب الأساسي اليوم لحتى بيصير الطفل عدواني، إذا ما كان عنده أي إعاقة معينة،
خلينا نحكي شوي انه مثلا ممكن البيت ممكن عم يحضر شيء مثلا على شاشه التلفزيون او على الموبايل او المحيط اللي عم يتعرض له بالمدرسه او الدلال الزايد مثلا من الاهل ممكن يخلي هذا الطفل يصير مثلا عدواني. جميع هاي العوامل المجتمعيه اللي ذكرتيها حضرتك ممكن تكون اسباب لظهور سلوك العدوانيه عند الاطفال. بدايه قبل ما يكون ان نعرف انه كيف بدنا نتعامل مع هاي السلوك العدوانيه نعرف شو السبب ما ذكرتي حضرتك. يعني كل سلوك بيقوم فيه الطفل في حاجة وراءه حاجة غير ملبات. يعني قبل ما أسأل أنا كيف بدي أتعامل مع هذا السلوك أسأل أنا ليش ابني تصرف هذا السلوك، هل يا ترى في عنده حاجة لجذب الانتباه وإنه بده يجذب انتباه، هل يا ترى من الملل، هل بيمسك الموبايل في مشاهدة عنف وعم يقلد. فكتير أسباب ممكن تعمل السلوك العدواني. بعد ما هيك بتجه بقى أنا شو بدي أعلم ابني، وهذا السؤال بسأله وفورا تماما بسأل حالي هل عمر ابني بيناسب اني انا اعلمه هذا الشيء اللي انا حابه اعلمه اياه، وعلى اساسه بلش. طيب عائشة كمان خلينا نحكي عن فكرة كتير مهمة انه بس نشوف هاي نوبات الغضب او العدوانية في كتير اهل بيحاولوا يقمعوا هذا الشيء بدل ما يحاولوا يستوعبوا انه هذا اكيد التغير السلوكي المفاجئ فيه وراء سبب ويحاولوا يعالجوا هذا السبب. شو بتنصحي الاهل بهاي المرحلة كيفية التعامل مع نوبات الغضب؟ هلأ نوبات الغضب هي فرصة لتطور دماغ الطفل، هو عم يعبر عن شعور الغضب اللي هو شعور طبيعي عند الإنسان بس بطريقة غير مقبولة. فهو مثل ما بنشوف أي بالغ بيكون معصب نحن بنقدر نحكي معه أو نهديه أو نقول له كلمات معينة حتى نهديه للشخص البالغ، فتماما نفس هذا الشيء للطفل. فحتى يروق الطفل وحتى يهدى أنا ما بدي أنا أتصرف وأحكي ووجه وعمل تحليل منطقي أنت عملت هيك لأنك هيك ما لازم تعمل هيك، هو أصلا ما عم يسمع وفي نواقل عصبية في هرمونات بهذا الوقت. فهون أنا حتى يهدى الطفل ممكن يروق ممكن يشرب مي ممكن يهدى وياخذ زاويته لحال، هون بقى أنا بتجي فرصتي أنا لحتى أجي ناقش وحلل وشوف شو صار وكيف لازم يكون طريقة تعاملنا مرة تانية تلافيا لما يعيد هاي النوبة. فكرنا أنه المشكلات العدوانية أو نوبات الغضب بتختلف حسب الأعمار، لكن شو أبرز طرق اليوم للتعامل مع هدول الأطفال؟ وخلينا نقول يمكن المراهقين غير الأطفال الصغار لهم تعامل معين اليوم، يعني ممكن الأهل يعجزوا أنه يتعاملوا خصوصا مع المراهق، هل دور الطبيب النفسي أو المرشد التربوي أهم من دور الأهل بهذا السلوك؟ دائما دور الأهل هو الأهم على الإطلاق، الدعم النفسي والدعم الاجتماعي والمساندة دائما الطفل بيأخذها من أهله. هلأ لما بيكون هذا السلوك اللي عم يقترفه الولد عم يأذي أنت بلجأ أنا لا أتدخل، أكيد مو كل سلوك أنا بدي أتدخل ووجه وتابع وتصيد أخطاء للطفل، لكن لما بيكون هذا السلوك عم بيسبب ضرر وأذى عليه أو على الآخرين أو عم يمنعه من التعبير عن احتياجه ومن التواصل، هون أنا يفترض أتدخل. في حال أنا الطرق اللي أنا عم أتعامل فيها عادة ما عم تجدي نفع هون بلجأ لاستشارة تربوية، وإذا كان ممكن ألجأ لأخصائي نفسي في حال كان الوراء عامل نفسي مثل مثلا تبول لا إرادي وليكن، ونفينا الناحية الطبية مشاكل بولية ما في اضطراب عصبي ما في، فإذا كانت القصة مثلا ناحية نفسية هون أنا بلجأ لأخصائي نفسي لحتى نتابع مع بعض ببرنامج تدخل وعلى أساسه ممكن الماما شوي شوي لحتى هيك تكون خبرة بصير هي بتتعامل مع بقية سلوكيات من نفس المستوى. أكيد. طيب خلينا اليوم بعض الأهل بيتركوا الطفل مع الأخ الأكبر أو الأخ اللي بعد اللي هو المراهق بيكون بقلب العائلة مع الطفل، كيف فينا كمان نوجه المراهقين للتعامل مع أطفالهم بقلب العائلة مع أخواتهم؟ لأنه هذا كمان جزء مهم يعني تم الحديث عنه أنه كمان هذا له دور برد الفعل على كيف ممكن يتصرف مع العدوانية، هل بيضربه هل بيسكت هل بيوجه نصيحة. بتقصدي المراهق يتعامل مع أخوه الأصغر منه؟ ذكرتي نقطة كتير مهمة وشكرا لإلك، لأنه المراهق تحديدا لما نحن بنعامله كأنه طفل مثلا أنه ما عم نعرفه عم يكبر ما عم نعرفه أنه صار شاب، مرات بنعامله أنه صرت شاب ما مقبول منك هذا التصرف وما تتدخل بأخوك، مرات بنعامله أنه أنت الأخ الكبير وأنت
شوي في لخبطة. أكيد كتير منيح أنه نحن نشركه لابن المراهق بأنه بالمساهمة مع بقية إخواته، يعني مو بتربايتهم ما بالضرورة تربية، لأنه ممكن يأخذ دور المتسلط، دور أنا الكبير، دور أنا اسمع لي كلمتي، وخصوصي أنه هو بمرحلة عم يمرق لحتى يظهر استقلاليته وخرق القواعد وهي القصص اللي هو بارز موجود. فهون أنا ممكن رشده أنه إيه أوكي ممكن تتابع أخوك بدراسته مع تحميل بعض المسؤولية مكاملة لما يكون عبء كمان على هذا المراهق، وإشراكه باتخاذ القرارات بالمشكلة اللي عم نعاني فيها، مثلا ممكن نحكيها قدام الكل، ممكن نحن ندخله شوي شوي، فهو ممكن يصير يساعدنا بهذا التوجيه أخوه الأصغر منه، توجيه وليس تربية. تمام. لكن أحيانا نلاحظ في أطفال، يعني خلينا نقول بعمر 12 و13، في منهم يعني فينا نقول دخلوا بمرحلة المراهقة أو بداية مرحلة المراهقة، ببلشوا يتصرفوا تصرفات عدواني أو بيصير عصبية زايدة، سواء بالمدرسة أو البيت، حتى إذا كان في أخ أكبر مثلا بالبيت ما بده يسمع كلمة أخوه الأكبر أنه هو الكبير، أو مثلا أنه صعب التعامل معه، خصوصا انه بهي المرحله بيصير عصبي ما بتعرفي شو بده. كيف هون الاهل او دور الام خلينا نقول انه بدها تمتص هذا الغضب والعصبيه، يعني حتى في اطفال المراهق ممكن يتحولوا انه يضربوا شيء بايدهم او شيء، يعني فجاه صاروا هيك انه ما كانوا هيك تماما. هلا مرحله المراهقه هي مرحله يعني بين الطفوله وبين الرشد، يعني هي مرحله حساسه، مرات بتحسي عن جد شخص راشد عم يعطي رايه، ومرات بتحسي عم يلعب مع الاطفال وعم يتقاتل معهم كمان بنفس الوقت. فهي مرحله يعني ممكن كمان تسبب له بعض المشكلات. هو هون لسه دماغه ما له كامل بشكل كامل، يعني فهو ممكن يلجأ لسلوكيات يغلط فيها ويلاقي عواقب من المحيط، فهو ممكن تسبب صراعات بينه وبين أهله وبينه وبين الأقران والمدرسة. تمام. فأكيد نحن أنه توجيهه ومناقشته وحواره والمتابعة معه يعني مثل بيقولوا مثل إذا كبر ابنك خاوي. صحيح. فهون أنت ممكن نخصص وقت معين أنا وابني نطلع نمشي مع بعضنا، نعمل برنامج بالبيت هيك في كسر من الروتين، يحس أنه هو في عنده حدا يلجأ له، حدا يحكي له، حدا يكون معه مو ضده. فهون أنا بدي أتفهم أنه هو في تغييرات مو بس فيزيولوجية، مو بس عم يطول وفي دقن عم تطلع أو في صبية هيك عم تنمو، لا هو فعلا في تغييرات نفسية بدنية فيزيولوجية من كافة النواحي. فأنا أتفهم هاي المرحلة وعلى أساسه أتعامل. وبهي المرحلة تحديدا في خرق للقواعد، في هو بده يبرز، بده يفرجيك، يمكن مقتنع بالفكرة اللي أنت عم تقولي فيها، بس ممكن هو هيك يعني من باب أنه أنا موجود فأنا خالف. فينا نقول أنه هاي المرحلة بيمروا فيها الصبيان والبنات، ولا بتختلف بين الصبي والبنت؟ بيمروا فيها الصبيان والبنات المرحلة المراهقة، اثنيناتهم تختلف العصبية الشدة والسلوك بناء حسب البيئة وحسب الثقافة حسب المقبول اجتماعيا. البنت ما لازم هيك تعمل مثلا، الصبي هيك بيعمل، فهيك ممكن نكتسبه من المجتمع أكثر، بس لكن تمام. المرحلة والسلوكيات والنمو هي وحدة بالنهاية أكيد. طيب خلينا نحكي عن فكرة أيضا مهمة، كثير من الأهل بيحسوا أنه في عنا مشكلة مع هذا الطفل أو حتى المراهق، ولكن إلى الآن للأسف مع كل هذا التطور ومع كل الحملات التوعية ومع كل حتى اللقاءات اللي بتطلع بالإعلام، بيضل أنه استشارة أخصائي اجتماعي أو أخصائي تربوي أي النفسي ما بنوصل له أبداً، يعني الطبيب النفسي كتير ما بيوصلوا له، أنه بيعتبروها وصمة عار للأسف، فبيكون كتير قليل. هون ممكن نلجأ لحل بديل أنه الأهل هن يشرحوا للأخصائي وهن ياخذوا النصائح وينفذوها، وإمتى المرحلة اللي لا نحن لازم نتعامل مع الطفل أو المراهق بشكل مباشر؟ تماما. ذكرنا من شوي لما بيكون السلوك عم يعيق التواصل، ما عم يقدر يعبر، وليكن في خجل، الخجل مقبول ومشاعر كتير وأحاسيس كتير مقبولة وطبيعية، بس لما عم تمنع مثلا للصبية أنه هي تروح الحمام بالمدرسة
مشان ما تخجل. هون يفترض في لما السلوك عم يصير في أذى في معيق هون يفترض في تدخل. هلا التدخل فعلا وصمت انه طبيب نفسيه، نحن بس نقول طبيب يعني ادويه، والادويه كمفهوم خاطئ انه رح تعمل ادمان وانا ابني ما بده وما بحاجه. لا، كثير طبيعي يعرضه على اخصائي، اخصائي هو ممكن يرشدنا، حتى استشاره تربويه. الماما لما عم تحكي هذا الشيء مره على مره رح تكون الموضوع هي بس تقتنع او تعدل اتجاه هذا الشيء. انا لما ما عم بقدر وليكن طبخه، انا لما ما عم بقدر اعرفه ما بفتح يوتيوب وبتعلم. صحيح. تماما نفس الشيء. احيانا السلوك والطفل ما نو 1+1=2، ما انا التربيه كيمياء يعني بتحطي شيء بيطلع شيء، لا كل طفل شيء وكل فنيه ممكن ما تزبط مع هذا الطفل تزبط مع هذا الطفل. فاستشاره اخصائي كثير حاله طبيعيه، لهيك نحن بنشتغل كثير على التوعيه بهذا المجال. خلينا نحكي اليوم عن دور المديح سواء بالمدرسة أو بالبيت. هل هذا المديح بيخلي الطفل يصير شخص مدلل ما بقى يسمع الكلمة، ولا ممكن يفيد خصوصا الأطفال اللي عندهم هاي نوبات الغضب؟ تماما. هلا المديح هي فنية تعزيز تستخدم ولها كثير نتائج فعالة باستمرار السلوك الإيجابي، يعني سواء هو عنده عادة منيحة وانت عم تمدحيه فاستمر السلوك الإيجابي، أو بتعديل السلوك المانو مرغوب اللي بنسميه مانو مرغوب أو سلوك التحدي أو سلوك الصعب بتختلف تسميته. فالمديح بس يكون له شروط، يعني يكون فوري بعد حصول عمل وظيفته، عمل شيء رتب البيت مدحته، أكيد ما بعد أسبوع فما رح يكون له نتيجة. يكون عم تمدحي التصرف وليس الشخص. يعني ما تقولي عائشة قوية، أنا رح يجي وقت ويكون ماني قوية، رح يكون أنا تصرفت بهي الطريقة فمعناها أنا شطورة. أنا يعني نذكر بدقة شو تصرف، مدح السلوك وليس الشخص. ودائما نحن لما نمدح يعني ممكن نفرجي للعالم، يعني بيحب الولد انه هيك ابني ساوى هيك ابني عمل. ما نوقع باخطاء بالمديح، مثلا نقول انت عملت هيك كثير منيح بس هي البس مدمره، خلينا هلا بالسلوك اللي عمله، خلينا انه هو رتب ثيابه بقلب الخزانه، يعني كمان نحدد بدقه، بس ما طلعت لا ما في داعي. فما رح تطلع منه مدلل لو استخدمناه بطريقه كثير صحيحه ونوعنا بالفنيات مو بس بالمديح. أكيد. كمان العقاب، يعني كمان العقاب بطريقة خاطئة أو بطريقة غير صحيحة كمان بيأثر على سلوك الطفل. احنا بنعرف هاي نظرية الثواب والعقاب قديش مهمة، إيمت الأهل يستخدموا العقاب وإيمت يستخدموا الثواب، ولكن أوقات كتير بيكون العقاب موجه لسلوك رد فعل مثل ما بيقولوا، وأوقات كتير بيكون مزبوط ومضبوط وهو ضروري يعني لحتى تضل في حدود. يعني شو رأيك بهالموضوع؟ تماما. هلأ العقاب يعني بتختلف الآراء فيه كتير، لأنه العقاب يعني له نتائج غير محمودة، فأنا أعلم الطفل عواقب الأمر وليس العقاب. يعني المراهق لما بتتأخر عن البيت ما ممنوع تتأخر على البيت وإلا بكرة ما رح تروح على فلان مطرح، لأنه رح تتأخر عن البيت وبالتالي رح تقل فترة الراحة اللي أنت رح تنامها. فهيك يفهم أنه في عاقبة للأمر وليس عقاب. استخدام العقاب بطريقة مؤذية رح تأثر فيما بعد. العقاب آني، وبالأخص لما بيستخدموا العقاب الجسدي الضرب وهو كتير ممنوع وما في، يعني هو بنفس التوقيت ممكن عن جد لجأنا للضرب أو العقاب بنفس الوقت تحسن الطفل وخلص مشي مثل ما بدك، بس لبعدين العواقب ممكن تكون متعبة له نفسيا. فاستخدام الوسائل في 100 وسيلة تعديل السلوك غير العقاب، وهو بيصير لحاله بيحط وسائل ضبط ذاتية، أنا رح أعمل هيك لأنه هيك بيصير معي، بس أفهم القرار اللي اتاخد، بس أفهم ليش هاي الإرشاد اللي عم بتصير. تماما مثل ما هلأ صرنا نفهم إرشادات أهالينا لما كبرنا، قدي لو كانت أنه عم نحكيها بحوار ومناقشة ومع اللي هي متعبة بس بدأ تعطي نتائج كتير محمودة. تمام. طب باعتبار عم نحكي عن العقاب، يعني ذكرتي مرحلة المراهقة، مرحلة الطفولة، في اختلاف بين العقاب مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة؟
هو العقاب بشكل عام يعني حتى للصغار يعني دائما بنستخدمه الحرمان لأسلوب معين لكن أي العقاب تتنوع وسائله ما بين جسدي ما بين توبيخ ما بين صراخ ما بين حرمان حتى الحرمان مع أنه هي فنية مقبولة ممكن أنه ما أخذت انحرمت من الموبايل مثلا لمدة ساعة لأنه هيك بس استخدامها بطريقة دائما أحيانا الماما بتعلق على فنية معينة أنه تعلمتها من استشارية من تربوية فأنه بتعلق على هاي الفنية فصار الولد أنه أنت عم تستخدمي الحرمان بطريقة أذتني مع أنه كانت مقبولة يعني صرت خاف أنا صرت أخاف أعمل شيء لأنه نحن ما بدنا نربي بالخوف فالعقاب هيك شوي بعده على جنب وممكن في وسائل ضبط مع الحزم والجدية بالتعامل مع الطفل نحن ما بالنهاية نحن عم نعطي قطب آخر يعني إنه ما في عقاب يعني بالنهاية في بالجهة الأخرى إنه دلال وتركية على راحته بس باعتدال أكيد يمكن كمان ذكرتي فكرة قبل شوي بالمديح قلتي إنه أنا لازم أمدح التصرف أو السلوك ما أمدح الطفل طبعاً. نفس الشيء بالعقاب أنا لازم أعاقب أو ذم التصرف اللي هو طبعاً. الخطأ وأشرح له إنه أنت عم تأخذ هذا العقاب من أجل هذا الفعل وليس لأنه أنا بكرهك طبعاً. لأنه كتير بنشوف بعدين أنا بحب بابا أكثر من ماما أو بحب ماما أكثر من بابا أي. بيكون كل شيء مجهود عاملته الأم مثلا بالتربية بيروح صحيح. مع أول شيء بيعمله الأب ممكن هو بيدخل على البيت ساعة باليوم بينزع كل لأنه الشيء عم بيصير اللي عم بيصير اللي بتعاني الأم كل كل اليوم أكيد فبهي الطريقة نحن مو أنت المو حلو تصرفك المو حلو مو أنت اللي ما عملت مو أنت المو منيح أنت تصرف تصرف ومنحدده عملت هيك هيك لأنه فكان مو منيح لهيك أنا زعلانة مثلا منك أو لهيك أنت اليوم ما رحت معي هذا المشوار وليكن طب باعتبار ذكرنا العقاب وذكرنا المديح المكافآت في كتير أهالي بيلجأوا للمكافأة أنت جبت علامة منيحة في إلك مكافأة مادية أو هدية أنت عملت هالشغلة الحلوة بالبيت أنت إلك مكافأة هذا الشيء صحيح أم غلط؟ هلأ شوفي مبدأ المكافآت شيء محفز وأمر إيجابي لما بيصير شرط ما بقى فيه إيجابي يعني لما بيكون أنه أنا بدرس لما بتعطيني هاي المكافأة على هاي القصة هون لا صحبة أنت عم تدرس لأنك أنت اللي بدك تدرس خلص عم ترتب خزينتك لأنه أنت كمان طفل بتحب ترتب ثيابك وتكون يعني تصرفاتك حلوة فدائما أنه معلش نخفف لما بيكون في مكافآت عم أعطيها بكثرة فأنا هون انتبه لهذا الموضوع وصير خفف منه أكيد. ما بقى يعمل شيء لا شو بيطلع لي صح لكن شو بيطلع لي شو بتعطي وهي الشغله بتكبر يمكن حتى مع الوقت ما بتضل بس على السلوكيات حتى ممكن نحن بالنهايه لا عم نعدل سلوك الطفل لانه حتى نعده للحياه المستقبليه بالنهايه الحياه ما رح تعطيه كل شيء بده اياه ففي خساره وفي ربح أصلاً. ما هيك في خساره وفي ربح نحن ما عم في محك اجتماعي وسلوك مقبول اجتماعيا اكيد بس حتى ما يواجه مشاكل بتصرفاته فلهيك نحن عم نلجأ لتعديل السلوك واستخدامه بهذه الطريقه ممكن نطلع الطفل انه انا بدي مثل ما كانوا يعطوني اهلي ونحن صغار وكثير عم نلاقيها نحن هلا صراحه اكيد يعني الاختصاصيه التربويه عائشه بدنا نتشكرك على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم شكرا لك على حضورك معنا شكرا يعطيكم الف عافيه اما هلا سلمى وصلنا لختام حلقتنا لليوم نتمنى لكم بقيه نهار كثير حلو تقضوه برفقه الاشخاص اللي بتحبوهم تبقوا بالف خير باي باي اكيد تضل بخير يا ليلى ولا كل مشاهدينا واكيد ابقوا على شاشه الاخباريه لمتابعه اخر التطورات على الساحه السياسيه وايضا الاقتصاديه والمحليه ورح نبقى مع تغطيات مستمره لما يحدث في فلسطين وايضا للقمه الطارئه في السعوديه ضلوا بالف خير الى اللقاء